أهلا بكم يا أصدقائي مع الدور المشترك في المركز الأول في 2006 بين بطل العالم البلغاري فازلين توبالوف أمام الأرميني ليفون أرونيان. وفي هذه الفترة كان توبالوف ملء السمع والبصر، ففي عام 2005 أقام الفيدة بطولة لتحديد بطل العالم اشترك فيها 8 من أفضل لاعبي العالم يلعبون دوري من دورين. وفي الدور الأول أدى توبالوف كأروع ما يكون، فحصل على 6.5 من 7 وهو إنجاز لا يصدق، واكتفى في الدور الثاني بالتعادل في جميع أدواره ليصل في النهاية إلى 10 نقاط متفوقا على من يليه بنقطة ونصف مع معدل أداء 2890، وهي أشياء خارقة. وفي سنة 2006 وفي بطولة فيكنزي بهولندا تلاقى في الجولة العاشرة مع أرونيان ولعب تفريع معروف في دفاع هندي الوزير، وكان توبالوف قد حضر نقلة في هذا الدفاع لاستخدامها في بطولة العالم، ولكنها جاءت من نصيب أرونيان وحاول التماسك ما أمكنه، ولكن توبالوف كان يلعب دورا حضره من قبل، بينما أرونيان عليه التفكير في كل نقلة. ثم توالت نقلات توبالوف الرائعة وتضحياته المتقنة جعلت دور أرونيان بدون أمل. هيا نرى توبالوف ونحاول أن نستنتج نقلاته الرائعة. وقبل أن نبدأ أقدم إهدائي للذين وصلوا للحل الصحيح في الفيديو السابق: محمد البرعي، دكتور أحمد أبو زكي، محمود أم أم، توحيد كريم، رأفت مسعد، وإهداء خاص للصديقة رشا محمد. توبالوف بالأبيض وبدأ دي فور ورد أرونيان نايت اف 6 سي 4 اي 6 نايت اف 3 بي 6. بكده دخلنا في دفاع هندي الوزير، الأسود هيخرج فيه له عن طريق الفيونكة إلى البي 7 أو ربما إلى الاي 6، والأبيض رد جي 3 ودخلنا في تفريع الفيونكة المزدوجة، الأبيض أيضا هيخرج فيه له عن طريق الفيونكة، وأرونيان كمل بيشوب اي 6 ودخلنا في تفريع نيمزوفيتش طالب بيدا السي 4، والأبيض بيحميه بيشوب بي 4 تشيك، بيشوب دي 2 طالب الفيل والفيل تراجع، والأبيض خرج فيه له عن طريق الفيونكة، وهنا الأسود لعب سي 6. بالنقلة دي الأسود بيتجه للدفاع الصلب طالب يلعب الدي 5، والأبيض عادة بيرد بالنايت سي 3، ولكن توبالوف فضل البيشوب سي 3، والأسود كمل في خطته بالدي 5 وبيهاجم بيدا السي 4، والأبيض بيحميه بنايت اي 5 نايت دي 7، بيتخلص من الحصان الحامي البيدا، وبعد التكسير والأخذ بالحصان لعب نايت دي 2، والحصان الآخر بيحمي البيدا كسل كسل، وهنا عادة الأسود بيرد بالروك سي 8، ولكن أرونيان فضل نايت اف 6، والأبيض هاجم في الوسط بإي 4، والأسود بيقوم بهجوم مضاد ببي 5. وبكده وصلنا لواحد من أكثر المواقف الحرجة في هندي الوزير، الأسود بيدقه على المربعات البيضاء بيحبط فيل الأبيض ذو المربعات البيضاء، وهنا النقلة المفضلة للأبيض هي الروك إي 1، ولكن توبالوف فضل الأخذ على المربع دي 5 طالب بيدا السي 6 وبيفتح لفيله، وهنا الأسود له خيارين، إما ياخد ببيدا السي أو ياخد ببيدا الإي. لو أخذ ببيدا السي بنخش في تفريع شرس، الأبيض بيكمل بسي 5 وبيغلق طريق فيل المربعات السوداء، بينما الأسود بيكمل سعيدا بي 4
طالب الفيل وبيفتح الوتر لفيله لطلب الرخ. الابيض بياخد البيضة والاسود بياخد الرخ، لكن بعد بيشوب اف 1 الابيض متخلف بفرق امام بيضة ولكن موقفه افضل، فله ميزة زوج الافيال وله بيضة سالك متقدم، وهيستعمل بيضه في جناح الوزير للتقدم للامام وانتاج بيضة سالك اخر والحصان في طريقه للاف 3 ومنها للمربع الفاخر اي 5، ولكن الاسود متفوق ماديا ومتماسك. على اي حال ارونيان ما اخدش ببيدة السي، انما اخد كالمعتاد ببيدة الاي وبعد رك اي 1. الرخ بيحتل العمود المفتوح وبيصوب على الفيل، والاسود بيقوم بهجوم مضاد برك بي 8 طالب اما البي 4 ويطرد الفيل او ربما الاخذ على المربع سي 4 والفوز ببيضة. وتوبالوف تجاهل التهديد ولعب سي 5 اغلق طريق فيل المربعات السوداء واصبح فيل المربعات البيضاء بدون اي عمل، ولذلك تراجع وتوبالوف رد بالنايت اف 3. الحصان في طريقه للمربع الفاخر اي 5 ليطلب البيضة الضعيف سي 6 والاسود كمل بنايت اي 4 طالب الفيل. وده الموقف المرسوم على غلاف الفيديو. الموقف ده موقف معروف ووصلنا له مئات المرات، وبنصل لتفريع تكتيكي. الابيض بيكمل بنايت اي 5 وبيترك الفيل في سبيل اخذ بيضة السي 6 بشوكة للوزير والرخ، والاسود بياخد الفيل طالب الوزير، والوزير بيذهب للدي 3 طالب الحصان، وهنا الحصان لا يستطيع التراجع لان الابيض هيكمل بنايت سي 6 بشوكة للوزير والرخ، وايضا بيصوب على الفيل، والنقلة الوحيدة هي كوين سي 7، والابيض بيسترد القطعة بنايت اي 7 تشيك كوين اي 7، وهنا بيلعب اف 3 طالب الحصان المربوط على الوزير، وبيسترد القطعة وموقفه افضل وله بيضة سالك، ولذلك الاسود لا ينجو بالحصان انما بيكمل بكوين سي 7 وبيحمي بيضة السي 6. وبعد الاخذ اسود بيكمل برك اي 8 وبيشارك الرخ في العمود، ولم يصل الابيض لشيء والموقف متوازن. ولكن توبالوف ملعبش النقلة المعتادة نايت اي 5 انما كمل بالتضحية الرائعة رك اي 4 بيضحي بالفرق على المربع اي 4، وصرح توبالوف ان التضحية دي كان محضرها منذ زمن للعبها في بطولة العالم، ولكن بالصدفة جربها في ارونيان. ومن هنا توبالوف بيلعب سريعا لان جميع المواقف القادمة كان قد درسها من قبل، بينما ارونيان فوجئ بهذه النقلة وبدأ يفكر حتى لا يقع في مأزق اخر ويستمتع بفوزه بفرق. وبالفعل اخذ الرخ واصبح متفوق بفرق صافي، لكن بعد نايت اي 5 بيضة الاي 4 مطلوب وكذلك بيضة السي 6، وفكرة الابيض بدأت تظهر، فبيضة الدي 5 كان عقبة في طريق الفيل الى المربع سي 6، وبعد تحركه الى الاي 4 اصبح صيد سهل للفيل ووراءه بيضة السي 6، والاسود مضطر للدفاع، لكن لو دافع بطريقة سلبية مثلا كوين سي 7 الابيض هياخد البيضة طالب السي 6، واذا البي 4 طالب الفيل الفيل هيتراجع، والاسود مجبر على حماية بيضة السي 6 ببيشوب دي 7، لكن الابيض بياخد التفوق ببيشوب اف 4، والوزير والرخ اصبحوا في مرمى الفيل، والنقلة الوحيدة هي كوين بي 7، وهنا الابيض يستطيع استرداد الفرق باخذ الفيل وفتح الوتر امام فيله الى الرخ، لكن توبالوف ليس في عجلة من امره وبيكمل كوين دي 3 طالب بيضة الاتش 7 بتشيك،
وبيستمر في هجومه الشرس، واي محلل يستطيع ان يصل الى ان التضحية ناجحة بمجرد مقارنة الحصان في وسط الرقعة الشرس امام الرخ المعطل على البي 8. ولذلك ارونيان ما دافعش بسلبية انما دافع بايجابية بكوين دي 5، ودي افضل نقلة. ولكن الابيض انطلق بكوين اي 1 طالب بيدا الاي 4، والاسود لا يستطيع حمايته بنقلة زي الاف 5 لان الابيض هيلعب اف 3 طالب بيدا الاي 4 وهيفتح الوتر الطويل على الفيل وبيكثف الضغط على السي 6، والاسود مجبر على حماية بيدا السي بالفيل طوال الدور. اذا الاف 5 لا تصلح، وارونيان حمل بيدا بالفيل، لكن توبالوف محضر كل شيء وكمل جي 4 طالب الفيل، والفيل تراجع. وهنا الابيض لو تعجل الفوز المادي بنايت جي 6 الاسود هياخد، وبعد اخذ البيدا وتكسير الوزيرين الاسود هياخد المبادرة ببي 4 طالب الفيل، والفيل يتراجع. وهنا يستطيع حماية البيدا بروك سي 8 والنقلة القادمة بيشوب اف 6 بموقف جيد للاسود بل ربما افضل. ولذلك توبالوف ما اخدش الفيل انما كمل بالنقلة الجميلة اف 3 بي 4 طالب الفيل، لكن النقلة دي ضعيفة لان بعد اف اي 4 طالب الوزير، الوزير تراجع والفيل ايضا تراجع. واذا الاسود حاول يطرد الحصان بنقلة زي الاف 6 هتكون نقلة سيئة لان الابيض هياخد الفيل، وبعد الاغز بيهدد بيدا الجي 4، الابيض هيحمي البيدا ببساطة وبيهدد بالمناورة الناجحة بيشوب اف 1 وبيشوب سي 4، والوزير والملك هيعانوا كثيرا. ولذلك ارونيان ملعبش الاف 6 انما كمل ببيشوب اف 6 طالب ياخد الحصان ويفوز ببيدا. ويبدو ان الاسود تماسك، لكن هنا جاءت المفاجأة الثانية، يا ترى ايه هي؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. قبل ما نكمل عاوزين نقول ان الاصدقاء اللي فكروا في النقلة دي 5 طالب الوزير دي نقلة سيئة لان الاسود هيتراجع بالوزير مسرورا، ومازال طالب الحصان المربوط على الفيل الغير محمي، والابيض هو اللي هيتعرض للمصاعب. ولكن توبالوف اللي بيلعب كأنه بيقرأ من كتاب مفتوح كمل بالتضحية المؤقتة الهائلة نايت سي 6 طالب الرخ وبيضحي بالحصان ولابد من الاخذ. وهنا جاءت اي 5 طالب الفيل وبيفتح الوتر لتهديد الوزير، والوزير ذهب للاي 6 والابيض استرد القطعة، لكن الاسود انتفض ولعب النقلة الهائلة روك اي 8 طالب الوزير، وتوبالوف بيعاني كثيرا لانه مثلا لو ذهب بالوزير للمربع اف 2 الاسود هيلعب سعيدا روك اي 2 طالب الوزير وطالب الفيل، والنقلة الوحيدة هي كوين جي 3 طالب الرخ الغير محمي بتشيك وتشيك ميت. لكن بعد الروك اي 1 الاسود امتلك الرقعة وطالب الفيل، وربما افضل نقلة للابيض هي البيشوب اف 1 طالب الرخ المربوط على الوزير، لكن الاسود ببساطة بيتراجع بالوزير لحماية الصف الاخير. والابيض لو اخد الرخ هياخد بالرخ الاخرى طالب الفيل، والابيض لا يستطيع حمايته بروك بي 1 لوجود الفيل، والفيل ليس له غير مربع وحيد وهو السي 1. وهنا الاسود هيلعب بيشوب اي 4 طالب الروك جي 2 تشيك، والاسود ربما في طريقه للفوز.
إذن الكوين اف 2 نقلة كارثية، لكن توبالوف كان محضر كل النقلات وكمل بالنقلة الرائعة. إذا وصلت لها لك مني إهداء وتقدير خاص للغاية. صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. كوين اف 1 دي انا بعتبرها مع النقلتين القادمتين هما نقلات الدور طالب تكسير الوزيرين، والاسود لو كسر البدائين هينطلقوا بدون اي مقاومة الى مربعات الترقية، وارونيان تفوق على نفسه ولعب افضل دفاع وهو كوين اي 2 طالب الفيل، وبيدعو الابيض للتكسير، والابيض لو كسر الوزيرين الاسود هياخد بالرخ طالب الفيل، والفيل لابد ان يتراجع، وهنا هيلعب روك اي 1 تشيك كينج اف 2 وروك اي 8، والرخين امتلكوا العمود الوحيد المفتوح وبيهددوا الملك، والهجوم هيصبح متبادل. وبالطبع توبالوف لم يكسر الوزيرين انما كمل بالنقلة التانية الرائعة كوين اف 2، وبيحمي الفيل من خلال الوزير، والاسود كمل سعيدا كوين جي 4 طالب الروك اي 2، وايضا البيشوب اي 4 طالب الفيل المربوط على الملك، ولكن هنا جاءت النقلة التالتة اللي بعتبرها مفتاح كل النقلات. اذا وصلت لها لك مني ليس فقط اهداء، بل انك لاعب شطرنج قوي للغاية. صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. H3 وتوبالوف بيقول ان تحضيراته وصلت لهذه النقلة. على اي حال الاسود لابد ان يكون حذرا، فلو تراجع بالوزير للمربع H5 الابيض هينتهز الفرصة ويلعب روك اي 1 ويتم تكسير الرخين، والبدائين هيحسموا الموقف بدون صعوبة، ولذلك تراجع بالوزير للمربع G5، ولكن الابيض لحقه بالنقلة بيشوب سي 1 طالب الوزير، وبعد هذه النقلة الابيض بيفوز في كل التفريعات. فكرة الابيض هو الانتقال بافياله الى مواقع مؤثرة، والبدائين هيحسموا الموقف. وبالفعل بعد كوين H5 بيشوب F4 طالب الرخ، وهنا لو الاسود غامر بالنقلة روك اي 2 الابيض هيلعب ببساطة كوين جي 3 ومازال طالب الرخ، اللي لو نجا بنفسه الابيض هيكمل بيشوب اف 3 طالب الوزير وطالب الرخ، ولابد من فوز المادي والبدائين يحسموا الموقف، ولذلك الروك اي 2 نقلة سيئة، وارونيان كمل بروك G8، لكن من هنا حان وقت الاستعراض. توبالوف بدأ مشوار النصر B6 والبيادق بتقترب من النهاية، ومرة اخرى لو الاسود غامر بالنقلة روك E2 طالب الوزير الابيض ببساطة هيتجاهل التهديد ويلعب النقلة الفائزة C7 طالب ياخد الرخ ويرقي الوزير بتشيك ميت. لاحظ ان نقطة ضعف الاسود الخطيرة هي ضعف صفه الاخير اللي بيستغلها الابيض ببراعة، ولابد من الدفاع بروك C8، وهنا الابيض هينهي الموقف بكوين F3 طالب تكسير الوزيرين، والاسود مجبر على التكسير والا هيفقد الرخ، وبعد الاخذ بالفيل طالب الرخ، وافضل نقلة للاسود هي الروك C2 طالب ياخد البيدة ويضحي الفرق، لكن الابيض هيستغل اضعاف الصف الاخير للاسود وهيكمل بروك E1، والاسود لو اخد الابيض هياخد، والرخ لا يستطيع الاخذ والا روك E8 تشيك ميت، ولذلك النقلة الوحيدة هي G F6، لكن هنا
الابيض هيلعب روك اي 7 وبيحمي البيضة، وبيضة الجي هيتقدم بدون اي مشكلة الى مربع الترقية، ولذلك الروك اي 2 مرة اخرى نقلة سيئة، وارونيان لعب بيشوب اي 4، لكن الابيض انهى المشكلة بسي 7 طالب الرخ، روك سي 8 النقلة الوحيدة، وهنا لعب روك اي 1 طالب يفوز بالفيل، والاسود بيحميه بكوين جي 6 وبيربط الفيل على الملك وبيمنعه من التحرك، ولكن هنا جاءت المفاجأة الأخيرة المدوية، يا ترى ايه هي؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. ارونيان للمرة التانية بيضحي بالفرق بروك اي 4 على نفس المربع السابق، انه بحق دور يستحق الخلود. توبالوف بيثبت بالبرهان الساطع بدائين سالكين اهم من رخين رغم قوتهم، والاسود مجبر على الاخذ، وهنا الابيض عرف طريقه بدي 5 والبيضة بيتقدم لمساعدة زميله، ويستطيع الاسود التسليم، لكن كمل روك اي 8 طالب الكش، والابيض لم يهتم وكمل دي 6، وبالفعل بعد روك اي 1 تشيك كينج اتش 2 الاسود ليس امامه اي شيء لتغيير النتيجة، فالبيادق ستتقدم الى مربع الترقية، ولذلك ارونيان سلم. وتوبالوف اثبت استراتيجيته الرائعة وقوة تحضيراته الدقيقة، وانتج لنا هذه اللوحة الرائعة، والى اللقاء في الفيديو القادم مع استعراضنا للدور الذي تقاسم افضل دور في 2006، ستستمتعون به جميعا. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.